عليها. هذه هي ربما الكرة اللي كان موراها مباشرة هدف من شوية. شوف هنا فوت دو ماركاج، هنا تاع لو ديفونسور هنايا. هنا كان الهدف الأول، كان في الدقيقة 87، كان ديارة هو اللي سجل هو الهدف، يعني البديل، ديارة دخل البديل. صحيح. حتى البنية المورفولوجية لديارة اللي لعب 6 مباريات وهذه هي 7 نتاعو من مجموع 9 مباريات، يعني اليوم أكد نقولوا من نحل البرج الفوز في الوقت اللي ربما تخلوا شوية شك أهلي برج بارغريج على ميدانه. لا وخاصة المقابلة الرابعة داخل الديار اللي ما ربحوا فيها حتى مقابلة، كان لازم عليهم، كانت عليهم امبريسيون باش يربحوا، لازم عليهم باش يربحوا هذه المقابلة. ايضا تغييرات لما لعب الحق وين لعب حتى بمهاجمين، يعني صيام ديارة سي كل الطرق باش يلحق والحق نشوفوا بلي بالك وربما سير 3 جوار اللي دخلهم في كان لاعب واحد هو المؤذن اللي ما عطاش 100% مي كيما شاوتي ولا كيما ديارة اللي عطاو الاضافه، شاوتي عطى اضافه كبيره. يعني التغييرات اللي قام بها جوزي ماريا يعني اعطت ربما ثمارها مقارنه بعين ليلى اللي يعني حتى اللحظات الاخيره كانت تشوف نفسها راح تعود بنقطه الى الديار. لا عين ليلى ما امنوش، عين ليلى بالك وربما شفنا قبل اللعب شفنا حتى بوفناش يعني في الهدف الثاني قعد ما صحيح وخاصة لما في الوقت الوقت نجم نقولوا بقات 5 دقائق اقل من 5 دقائق يعني تسجلوا فيها هدفين ما كانش ينتظرهم حتى الحارس بوفناش سواء كان الهدف الاول ولا الهدف الثاني اللي جاء مباشرة بعدها بدقيقتين فقط. اليوم نقولوا انه ربما اصرار اهلي برج بارغريج هو اللي مد لها هذا الفوز ولا ربما تراجع جمعيه عين مليله اللي اعتمدت نشوفه في الشوط الثاني او على الاقل في الشطر الثاني من الشوط الثاني اعتمدت على خطه دفاعيه يعني ولا تدافع فقط. لا شفنا عين مليله بالك من حيث بداوا اون بريمير ميتون ولا اون دوزيام ميتون حتى اون كيساو لو بريمي بيت ومازال الفريق مازال للخلف. بار كونتر الفريق تاع برج تاع البرج اللي دار اللعب اون بريمير ميتون اي اون دوزيام ميتون خاصه في الشوط الثاني وين سي قال الخطوط باش يفوز بالمقابله. وهذه لقطه شوف. الهدف الثاني في الدقيقه 89 محمد بن شويه شوف الكره هذه طويله نشوفوا حتى الحارس يعني بقى على الارض لانه ما صدقش دقيقه فقط موراها سجلوا الهدف الثاني برج بارغريج. واش يمكن نقول على اهداف البرج؟ واش نقول لك اهداف البرج الاول الهدف الاول كان هدف اللي نقولوا بلي هدف جماعي، الهدف الثاني وين شفنا غلطة تاع نعم. الحارس اللي تحمل فعلا. إذا كان أو كانت هذه أهداف المباراة. شكرا يزيد. نولي لك عبد الرزاق حلال شي بالنسبة للتحكيم في الشوط الثاني. ما كانش في لقطات كبيرة؟ لا ما كانش. لقطة تشاوشي اللي طالوا بطاقة صفراء يعني لا ما طالوش بطاقة صفراء تما كان لازم يعطيلو كان يستحق علاش؟ لأنه كان يضيع كانت غلطة متقاسمة بينه وبين اللاعب لأن الحكم كان أعلن واللاعب كمل